السلام عليكم، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم مع ربيع عيسات، إفادة واستفادة، فيد واستفد، تعلم وعلم. كنتمنى من الصناع والمهنيين وجميع الحرفيين يعلموا الأصدقاء ديالهم فيد واستفد، تعلم وعلم. نشوف اليوم كيفية معرفة التلفازة في التي ان تي. دائما يعني كنا عملنا الفيديو هذا سابقا، الآن نبينو غير جهة التحكم، الماندو أو تريكوموند. ها هي السوكس، تقدر تكون هنا، تقدر تكون في الراس، تقدر تكون تحت. سوكس أو لا انبوت أو لا انترادا أو لا تي في أو لا افي، يعني كيتغيروا هاد الأسماء. سوكس انبوت في أغلب الأحيان كيجيو، انترادا أو افي أو تي في. وشكرا، نحنا نشوفوها في بلازما دابا. منين جبرو دي تي في نعرفو تي ان تي كاين أو ديجيتال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. في فيديو آخر إن شاء الله بالأصدقاء، خيرا وليس أمرا. الاشتراك للمزيد من المعلومات. السلام عليكم وإلى